السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبناكم مقطع جديد، اليوم جبناكم مقطع لون بتحمل ويندوز اكس بي على الاندرويد، وكتير مني سربت وكان ظريف. اول شي احط لكم ديسكريبشن عشان تحملوه. اول شي نفتح اسمه اكس بي مود، فتح الكمبيوتر كانك بالكمبيوتر. اوكي هنا سكتبت انترنت اكسبيريا، بعطيك متصفح استخدام هذا الشيء، بعطيك هنا المهملات. هنا عنا السينكلس ولاري كوبت، اذا استفدت على لاري كوبت سي هتلاقي شي ملفات خاصة بالجهاز. لما تشوف شوف استر فوق، حتى تون بتفوت على الاستير. شوف الصورة، او صح نسيت، شفتو؟ سيب ماب، واو انا حاسة واو. خلي على هذا كتير حلو، هذا ممكن تحمله لماينكرافت. حتى الخدعة فيك، حتى فيك تروح مثلا على الطابعة. هاي ليش طفى؟ علق. هذا هو الكمبيوتر على الأساس، ليش طبعه هاي؟ اي طبعه. برينكس اند، ليش هو هذا؟ ليش عندك فيه؟ العيب انه بكبسات ما عم يشتغل، ما في هون شيء. لصق خروف. حسب مش نروح على رينك تون. لا ايه اني ايه ها صح، انا ما عندي رينك تونكس. نروح على مثلا فيديوز، حتى لو يطلع هيك بس ما بدي احط لك مشغل كمبيوتر. ما هلا عطيني، هلا نطلع، تعال نروح يوزر يكون أغاني. هي غنية اشتغل، عم تشتغل، لا شغلة داملودر، هذا الداملود. واو او جاد او جاد، شو هدول برامج فاشل. تركر أمجاد، برنامجي أندرويد 50، ميكا. هذا اسم فيجي. شو هاي جالكسي مدري ايش، وهي صورة. هي انا حملتها على صفحتي، شوفوا على صفحتي انه هي ماب سبونج بوب من اندرويد اي ار. شوف نطلع هون سيركن، شفت؟ ترجع تروح على ساندر وبس. يعطيك الساعة، هون بيعطيك كمان البرامج. استنى في شي، ها في شي هون. لا الشاحن انقطع، انقطع. لا الشي حنقلكم انه هذا صفحته. ولا اجت اجاني انه يعني ايش حنهاتف.
كش انه فيك بيجيك كمان انه علامة. انا امتى العلامة؟ اذا كانت بجهاز حديث روح الضبط، وروح اخر شي على ودي الملفات الرئيسية، بطلع عندك ويندوز اكس بي مود. شوف بلاجع على الويندوز هالشي، هذا الشي عجبني. روح هيك هيك تشتغل برامج، حتى مثلا رسم بيروح لنا على الرسم، شفتوا غريب يروح لنا على الرسم. يلا مديعته ولا لا؟ ما لقيته. انا مين اللي يا حباب؟ يلا حتى بلاخدت عليه كل مكان بنحبه. شو هذا اتش مي اتش بلارك؟ ها اكس 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 وهذا شلون كنت بتحط الويندوز حتى ترجع على مكانه. تروح مثلا على افلام او لعب مثلا هيك، تعني هيك برجعك على الويندوز. ايه وش ده؟ ويندوز اكس بي. عاديكم تغير صورة. ما بعرف ليش ما رجعت على الويندوز. على كل مكان حتى برجعني. هون الذاكرة، تعال نجرب هون. مو هوني، هنروح على اطفى كمبيوتر، برجع على النظام. بس فيك تشغله هيك بنقرة كونكشن كمبيوتر. وهذا الشيء عجبني. ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو. لا تنسى تعمل لايك سبسكرايب واشتراك بصفحتي. يلا مع السلامة. حطيكم رابط دغري للتحميل، مو صعب هيك هيك. يلا مع هذا هو. يلا مع السلامة.